أثبتت المعارك الأخيرة شجاعة وبطولات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة التاسعة بقيادة الفريق الركن قاسم نزال وجهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق الركن عبد الغني الأسدي، وكذلك أبناء عشيرة شمر الذين اشتركوا في تحرير قرى عين البيضة والمجمعات وآخرها اليوم تحرير ناحية تلول الباج، والتي نعم. تعتبر من أكبر النواحي في محافظة صلاح الدين. وقناتكم عرضت الهوسات للمواطنين من أهالي تلول الباج وهم يستقبلون القطاعات العسكرية المحررة. اليوم كان لدينا اتصال مع السيد وزير الدفاع الأخ خالد العبيدي حول الخطط العسكرية لتحرير محافظة نينوى. أكدنا على ضرورة إدامة زخم المعركة، هناك هروب جماعي لتنظيم داعش الإرهابي رغم التحصينات التي أنشأها هذا التنظيم في المجمعات وعين البيضة وتلول الباج، لكنها لن تقف أمام شجاعة وبطولة أبناء الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأبناء العشائر. لكن للأسف الشديد ارتكب هذا التنظيم قبل يومين جريمة بشعة يندى لها الجبين، وهو مشهور بجرائم، عندما قام بإعدام 4 شهداء من أبناء عشيرة شمر عندما حاولوا التخلص من هذا التنظيم، وهم كل من الشهيد مطني سباح الشمري ونايف خلف البود، وأعدم هذا الشهيد أمام والده وهو ضرير وتوسل إليهم وهم معروفين بجرائمهم ليس لديهم إنسانية، وكذلك الشهيد عمر ساير خلوي الذي أعدم قبل فترة، أعدم تنظيم داعش الإرهابي شقيقه، ومشعل فايز الرشيد. نحن نقول كلنا مشاريع استشهاد من أجل تخليص أهلنا من تنظيم داعش الإرهابي. القطاعات اليوم تتقدم بسرعة فائقة تجاه الأهداف المرسومة لها. اليوم القطاعات ستنطلق إن شاء الله من تلول الباج باتجاه مفرق الحظر وصولا إلى قاعدة القيارة، والتي ستكون منطقة تحشد للقطاعات العسكرية، وسيستقبلها كل أبناء محافظة نينوى. وأنا تكلمت سابقا بالأهازيج وبالهوسات وستزغرد النساء، لكن نريد أن تكون معركة نينوى معركة نوعية خاطفة. أنا أتوقع ستكون بردا وسلاما على أهالي نينوى، لأن هناك تعاون كبير من المواطنين مع القطاعات الأمنية إن شاء لكن الله. ما يهمنا هو أن تكون مرادفة للخطة العسكرية، هناك خطة إنسانية للنازحين. يجب علينا جميعا كحكومة محلية ومجلس النواب وكحكومة مركزية أن نعمل على فتح مناطق إيواء للنازحين تتوفر فيها كل مستلزمات الحياة، وأن تكون هناك وسائل نقل للنازحين. أهالي نينوى ينتظرون بفارق من الصبر التحرير. لا نريد كما عانى النازحين في الهول، اليوم يعانون ظروف صعبة، يتوفى يوميا ولم نتمكن من مساعدتهم لأنهم في الحدود في الجانب السوري. نعم طيب سيدي الكريم، سيدي الكريم لو سمحت لي السؤال الآن، يعني في ضوء الزخم القوي حاليا في جنوب الموصل، هل هنالك أمل بإرسال المزيد من التعزيزات والقوات العسكرية لإنجاز المهمة بنجاح؟ الخطة العسكرية تتضمن إدامة زخم المعركة من خلال إرسال قطعات عسكرية باستمرار. جهاز مكافحة الإرهاب اليوم يخوض معارك يشهد لها التاريخ، وكذلك قطعات الجيش العراقي، كذلك أبناء العشائر المتطوعين، ليس لا مقابل رواتب وإنما متطوعين لتخليص أهلهم من تنظيم داعش الإرهابي. خلال الأيام القادمة ستتضمن الخطة إرسال مزيد من القطاعات العسكرية، والضربة القاضية يوم أمس تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في عملية الفلوجة، أكثر من 450 سيارة محمد بالمجرمين الدواعش، حقق طيران الجيش انتصارا كبيرا بإحراق هذه العجلات وتدمير من فيها. المعركة في الموصل ستستمر بتزايد، وهناك تكتيك عسكري سيستخدم في مركز مدينة الموصل. أعتقد ستكون معركة نوعية ومعركة خاطفة وسريعة، وسيكون لنا أثر مع تنظيم داعش الإرهابي في مركز مدينة الموصل. طيب كيف سيسهم حشد نينوى الذي أعلن عن تشكيله أمس في هذه المعركة؟ حشد نينوى أكدنا يجب أن يكون
يتضمن جميع أطياف محافظة نينوى، وأن يفتح باب التطوع لكل من يريد ينتمي لهذا الحشد بغض النظر عن الشهادة، بغض النظر عن كل شيء. لنا عتب كبير على وزير الداخلية الذي حضر هذا المؤتمر والذي قام بفصل 18,000 شرطي من أبناء محافظة نينوى، بدلا من أن يعطي عفو ويستقبلهم لغرض أن يشتركوا في تحرير محافظتهم، لكن وزير الداخلية قام بفصل أكثر من 18,000 شرطي من محافظة نينوى. ولنا عتب كبير، وفي أول جلسة لمجلس النواب سنطرح هذا الموضوع، لماذا هذا التصرف من وزير الداخلية تجاه منتسبي الشرطة من محافظة نينوى والذين لديهم الرغبة الكبيرة ولديهم خدمة أكثر من 10 سنوات لسلك الشرطة، بدلا أن يدعم محافظة نينوى ويقوم بفصله. أما بخصوص الحشد، فالسيد محافظ نينوى لديه توجيهات بأن يفتح باب التطوع لكل أبناء محافظة نينوى، لكل أطيافه، لكل من يريد أن يشارك في الحشد، لكل من يريد أن يحمل السلاح. وأنا أقول للدواعش إن قادتكم قد هربوا وحولوا جميع الأموال إلى دول، ما عليكم إلا الاستسلام وستنالون جزاءكم العادل وفق القانون العراقي. المعركة خسرانة، خسرتم أهلكم وخسرتم أنتم مجرمين وقتلة. نحن نقول لكم انزعوا السلاح وسلموه، لأن القطاعات الأمنية والمواطنين من أبناء محافظة نينوى نبذوكم ولهم ثأر معكم.